بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، ساكنة الجمهور ساكنة مدينة تايلاند وضواحيها وأحوازها، وشبابا وشيبا، نساء ورجالا، كنتشرف اليوم أنني أقدم لكم نفسي بصفتي مرشحا عن دائرة تايلاند الجنوبية لرسم الانتخابات اللي غادي تجري إن شاء الله في 8 من هذا الشهر. أكيد أن الكثير منكم كيعرفني، وبحكم واحد مجموعة الأحداث والمحطات، وبحكم أنني أصلا نشأت وترعرعت بيناتكم، أنا من مواليد مدينة قرية تيوت القريبة والمعتبرة من ضواحي مدينة تايلاند. منذ 60 سنة، 60 سنة الآن، 1958 نشأت وترعرعت وترعرعت في هذه المدينة لتحقق بها الوالد رحمه الله اللي كان يشتغل في النهار منذ سنة 1961. وإذا نشأت هنا وترعرعت هنا وتلقي التعليم ديالي الأول هنا والثانوي، ثم انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء حيث التحقت بكلية الحقوق وحصلت على الإجازة ديالي في العلوم القانونية من هذه الكليات. بعد ما قضيت المدة ديال الخدمة المدنية اللي كانت هي المقابل ديال الخدمة العسكرية اللي كانت ضرورية آنذاك، التحقت بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، تخرجت منه قاضي. اشتغلت أيضا بهذه المدينة اللي يكاد تاريخ حياتي، بل أكيد تاريخ حياتي مرتبط بارتباط وثيق وتام، تحت بها المدينة كقاضي، واشتغلت نائبا لوكيل الملك بها مدة 3 سنوات، يعني ما بين 86 إلى 89. انتقلت إلى قضاء الحكم، ثم انتقلت بحكم الوظيفة إلى مدينة بنبلا اشتغلت. في هذا السياق جاء فتح المحاكم الإدارية في هذا المحفوظة جلالة الحسن الثاني سنة 1994، فالتحقت بالمحاكم الإدارية اللي اشتغلت بها أيضا مفوض ملكي للدفاع عن الحق والقانون ما بين المحكمة الإدارية بمراكش سابقا، ثم المحكمة الإدارية قبل أن أتسلم المقاليد ديال الرئاسة للمحكمة الإدارية بمراكش اللي كانت آخر محطة ديالي قبل أن أغادر القضاء. بسبب محنة تعرفون ماشي هذا وقت الحديث عن تفاصيلها، سنة 2010 هذه المحنة التي احتضنتني في هذه المدينة وأزرتني فيها، وخصصت لي حفلا تكريميا رائعا حج اليه جمهور غفير من سكنة هذه المدينه. هذا الاحتضان وهذا الوفاء هو الذي لا زال يطوق عنقي في جميل ويربط العاتق ديالي بيدين وجميل تجاه هذه المدينه، يصعب لي ان انوفي اليوم بنداء الوجه وبنداء تل من ساكنة هذه المدينة تنتقدم، عسني أرد بعد ما علي لهذه المدينة من هذا الموقع اللي هو البرلمان خدمة لمصالحها. ومن تنقل المدينة تنقل أيضا أحوازها وضواحيها المشكلة للدائرة الانتخابية الجنوبية، ولكن ايضا على مستوى الاقليم، اللي نقدر نقول فتيت تقريبا رغم انه عريق تاريخيا، و يعني الميزه ديالو الان هو انه ضمن المناطق اللي هي نائيه والتي لم تاخذ حظها من المشاريع التنمويه اللي هي اللي كتحرك الأحجام الاقتصادية في المدينة. فإذا هناك خصص كبير، هناك
هناك خطر كبير على مستوى التنمية في القطاعات الأساسية اللي للبلد يعني بصفة عامة الوطن كلها كله ملحوظ فيها المسألة هذه على مستوى الصحة والشغل والتعليم وهذه القطاعات الحيوية والقطاعات الاجتماعية اللي الآن يعني المغرب رغم أننا خطونا ولله الحمد خطوات عملاقة على مستوى المشاريع التنموية اللي عرفت فيها أقاليم أخرى الأقاليم الشمالية مثلا الأقاليم الجنوبية الأقاليم الغرب والوسط تبقى الإقليم هذا ضمن واحد مجموعة من الأقاليم اللي للأسف لم تنح حظها من المشاريع التنموية واللي هذا سبب واحد الحضور ديال الهشاشة والفقر في أوساط كثيرة في أغلبية الساكنين. لنقول أنه ما يميز الانتخابات الآن السياق العام ديال الانتخابات ما غاديش نحددكم على السياق الاستثنائي ديال وباء كوفيد اللي حرمنا اليوم من لقاءات مباشرة بالجماهير من مخاطرة الجماهير واللي لزم علينا أننا نلتزم بواحد العدد ديال الإجراءات الوقائية اللي كنتمناو أنها تمشي بالبلاد ديالنا في اتجاه رفع هذا التحدي في الانتصار على هذا الوباء. ولكن هناك سياق آخر، السياق الآخر اللي كنهضرو عليه هو السياق اللي كتجري فيه الانتخابات اليوم، هو يمكن وصفه بدقة بأنه سياق تنموي بامتياز، سياق تنموي بامتياز لأنه كيجي في سياق مراجعة المغرب للنموذج التنموي اللي كان بإشراف وبمواكبة لجلالة الملك حفظه الله اللي خصص لهذا الأمر لجنة من النخبة ديال الكفاءات والخبرات في الميدان. فتبقى اليوم أنه الهم الأكبر هو تنزيل المشروع التنموي. وأهمنا احنا كمرشحين الى الدائرة ان تستفيد هذه المنطقة من هذا المشروع التنموي الجديد. طبيعة الحال في سياق اخر اللي هو سياق الأهمية والالتفات الأولوية الثانية لهذا الإقليم اللي جاء في الخطاب الملكي الثاني بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء ان اصبح يشكل المنطقة الوسطى للمغرب بعد استرجاع أقاليمنا الجنوبية واللي آنت أول أن يكون بوابة تنموية للتواصل مع العمق ديالنا الإفريقي كذلك. ففي هذا السياق التنموي كتجي لهذه الانتخابات. تبقى أنني أدرك تماما أن الهم ديال البرلمان المهمة البرلمان والوظيفة ديال البرلمان هو التشريع. التشريع اللي هو بطبيعة الحال لا ينفصل عن التنمية لأنه اللي كيقنن واللي كيشرع يضع في اعتباره أنه يا إما دافع للتنمية أو أنه يشرع في اتجاه مخالف اللي هو عرقلة التنمية. فهذا الميدان هذا اللي هو صناعة النص وصناعة القانون هذا بدون افتخار هذا ميداني الذي انا فارسه واللي عندي فيه واحد الخبره ديال 25 تقريبا 30 سنه في المجال القضائي. فاذا على هذا المستوى هذا يمكن ان ازعم للساكنه ويمكن ان ازعم حتى على المستوى الوطني انني مؤهل للعطاء والكفاءه فيه. على مستوى تجويد النصوص، على مستوى حتى اقتراح النصوص اللي يمكن تخدم بالضبط السياق اللي تحدثنا عليه اللي هو السياق التنموي. ولكن ايضا على المستوى المحلي هناك تقاطع كبير بين المهام ديال البرلمان والمهام والوظائف والمهام ديال التشريعيه وبين المهام المحليه التنمويه. في هذا المجال ديال المحلي اقترحنا عليكم ايضا واحد المجموعه ديال الكفاءات في
اللائحه الانتخابيه للدائرتين للمدينه اللي هي الدائره ديال مدينه التبدل والدائره ديال ولاد تيمان. حرصناها على ان نقترحها فيها واحد المجموعه ديال الكفاءات وديال الاشخاص اللي عندهم سمعه طيبه واللي كيتمتعوا بواحد النفس نضالي اللي يمكن يمشيو بهذه المعارك في السياق ديال هذه المعارك التنمويه. فهذا على المستوى المحلي. على المستوى البرلماني التقاطعي اللي كنقول وهو ان البرلمان يمكن ان يتبنى الملفات التنمويه للدائره اللي هو فيها ويطرح فيها على المستوى الحكومي في صلته مع القطاعات في صلته مع القطاعات الحكوميه وفي وحتى في المقترحات ديالو التشريعيه. فاذا كاين هناك تقاطع كبير اللي يعلمنا اننا يمكن نخدموا محليا ووطنيا لفائده هذه الدائره باش تستفد فعلا وتاخذ الحظ ديالها من المشاريع التنمويه العملاقه اللي المغرب منجز الكثير منها ومقبل على الكثير ايضا. والهدف ان يتوصل المواطن في هذا الربع هذه بحصته من المشاريع التنمويه اللي تجعله انه يطمئن في العيش ديالو، يطمئن على الصحه ديالو، يطمئن على التعليم ديالو والتعليم ديال ابنائه، يطمئن ايضا في حياته اليوميه العامه. ما غادي ينساو ايضا الجانب الحقوقي اللي كيتعلق بالحريات العامه وكذا اللي كتخلي المواطن فاعل في هذا وتتخلي المواطن قوه اقتراحيه يساهم جيد في هذا المسألة. هذا باختصار ياتي في سياق الالتزام الحزبي ايضا. حزب الحركه الشعبيه عنده برنامج عام، انا تحدثت على ما هو خاص وخصوصي كيتعلق بالمنطقه، ولكن حزب الحركه الشعبيه اللي اقترح اليوم هذه الفعاليات هذه عنده برنامج عام وطني عام على محاور يمكن نذكر منها باختصار العداله المجاليه. العداله المجاليه او المنصفه المجاليه كما سمت في البرنامج هو ما نتحدث عنه اللي هو الاستفاده جغرافيا من المشاريع التنمويه من الطماع ديال النموذج او النموذج التنموي الجديد او مشروع التنموي الجديد. كاين البند هذا، كاين هناك بند اخر اللي كيتعلق بالعالم القاري. وبطبيعة الحال الحزب هنايا عريق ومعروف انه هذه ورقه تقريبا تكاد تشكل يعني البصمه ديال الحزب في المشهد السياسي منذ حتى قبل الحديث عن المجال عن العداله المجاليه اللي داخله في المشروع ديالنا الجهوي ديال الجهوي الموسع. فكان هذا الحزب يحمي المشعل الدفاع عن العالم القرب. المنطقه هنا معروف انها جل المساحات ديالها والربوع ديالها هي مناطق قرويه وداخله ايضا في الاهتمام ديال الحزب من هذه الناحيه. اللي هناك مجموعه من النقاط اللي كيتقاطع فيها البرنامج ديال الحزب مع الحاجيات والضروريات ديال المنطقه. ولذلك فنحن اليوم نزعم اننا حاضرين وقادرين اننا نرفعوا التحدي ونحاولوا نتحركوا لهذه المنطقه تنمويا بواحد الشكل اللي غادي ينسينا واحد الكثير من الخيبات ديال التسيير وديال سوء التسيير لعقود يعني طويله تحت القياده والاداره والتدبير ديال هيئات وتشكيلات سياسيه اخرى. فتنتمناو ايضا ان المواطنين يعطونا اصواتهم، يعطونا ايضا فرصه لاننا نلويهم بما بدلونا في الامور ويختبرونا ايضا في هذا المجال ونلتزم. احنا ماشي فقط وعود والالتزام مع المواطنين باننا غادي نكون حاضرين وقادرين نقد الكلمه ديالنا. فنتمنى
تنتمسوا انكم تعطيون الثقه ديالكم محليا وجهويا ووطنيا. والسلام عليكم ورحمه الله. جزيل الشكر.